ازيكم يا صحابي؟ يلا نلعب، يلا نتعلم. Good one. هنلعب لعبة Bear Family. عيلة الدب. Hello. بصي دي ماما الدب. Hello. ودي بابا الدب. Hello. وده الدب الصغير. Hey. Welcome to Bear House. عشان لسه صاحيين من النوم. لسه صاحيين من النوم وعايزين نغسل ايدينا علشان ناكل. مين اللي هياخد الجردل الصغير؟ للدب الصغير، الجردل الكبير للدب الكبير، والجردل الوسط للدب الوسط. مين هياخد الصابونة الكبيرة؟ الدب الكبير، والصابونة الوسط للماما، والصابونة الصغيرة للبيبي. اوكي؟ هايل، بصي كده بقت ايديهم نظيفة وجاهزين يقعدوا على السفرة. فين الكرسي الكبير؟ اهو. فين الكرسي الوسط؟ اهو. وفين الكرسي الصغير؟ اها. برافو، نايس. يلا نحط الترابيزه ونبدا نحط الفطار. كل واحد فيهم هياخد طبق على قده. البيبي عايز الطبق الصغير. فين الطبق الصغير؟ اهو، لونه بلو. وبابا هياخد الطبق الكبير لونه جرين، وماما هتاخد الطبق الاورنج عشان هو المتوسط. يلا كله يا دباديب بالهنا والشفا. يامي، بس الاكل كان لذيذ، بيعملوا بصمه كده عشان شبعوا. لابسين بافيتا. كانوا لابسين بافيتا. تايم تو سليب. دلوقتي هندخلهم بقى يناموا عشان هم خلاص اتعشوا وشبعوا وهيخشوا يناموا. السرير الصغير هنحط عليه المخده الصغير. شوفي اهو البيبي جه. والسرير المتوسط هنحط عليه المخدة المتوسطة، ده سرير ماما. والسرير الكبير هنحط عليه المخدة الكبيرة، ده سرير بابا. بابا حلوين. برافو، تصبحوا على خير. يلا نفرقع البالونات. يلا بينا، اضغطي على البالونات دي كلها تفرقع. هيل، يلا نروح نلعب لعبة تانية. اللعبة دي اسمها النحل والوردات. النحلة هتقول لنا على شكل الوردة، واحنا هنشاور لها عليها تروح تلونها. اوكي؟ بصي، النحل عايز الوردة اللي شكلها كده شبه قلب وليها ورقة تانية. انهي واحدة فيهم؟ الاحمر. لونها احمر. اللي واقفة على جنب نضغط عليها والنحلة هتروح تلونها. برافو يا نحلة. واو. بصي، خليت النحلة هتقول لنا على واحدة تانية. بصي دي اللي فيها خمس ورقات اهي شبه دي. برافو يا نحلة. بصي لونتها لونها اصفر. فين بقى اللي شكلها كده شبه الايه؟ شبه البيضة كده شوية بس لونها لبني. دي هي دي صح. برافو، شطورة يا نحلة. سمارت. فين بقى الوردة اللي فيها ورقات كتير 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 كده؟ اهي اهي، صح، هي دي لونها بينك. شطورة يا نحلة. فين بقى اللي شبه كده البيضة اللي مكسورة بالنص؟ صح، هي دي. بصي لونتها احمر. برافو يا نحلة. فين بقى اللي شكلها شبه الهارت كده؟ هي اللي جنبها هناك دي، لونها اورنج. اورنج. وفاضل اللي فيها كده 8 ورقات. ايوه، هي البيربل اللي هناك دي. وخلاص اخر واحدة المدورة اللي شبه البونبوناية، زي ايس كريم. زي ايس كريم. ماشي يا ستي، مش هنختلف. يلا نفرقع البالونات. بسرعة. هايل، شطورين. يلا نروح نلعب لعبة كمان. باي باي. اللعبة دي اسمها بيبي انيمالز، الحيوانات البيبي. اوكي؟ بصي دول 3 حيوانات بيبي، باباهم هيجي ياخدهم او مامتهم. الحيوان ده ايه؟ اسمه ايه؟ حصان؟ حصان. حصان، صح. اخد ابنه ومشى. الحيوان ده بقى اسمه ايه؟ فيل. يعني elephant. smart. باي elephant، مع السلامة. الحيوان ده ايه؟ دي بطة. بك بك بك. ايوه دي بطة. بك. اخدت بنتها البطة الصغيرة ومشت، مع ان كان في واحدة تانية تشبه لها بس كتكوت ابن الفرخة. اهي بصي، جات الفرخة اهي.
نايس. فخدت كده خدت الكتكوت انها مشت. لا ده مش كات. بصي ده تعبان. سنيك. اخد ابنه ومشي. باي باي. ايه الحيوان اللي جاي دلوقتي؟ بصي ده طلع ايه؟ اسد. لايون. ده ابن الشبل الصغير. ده مش قطه. ده شبل ابن الاسد. بصي ده ايه؟ بطوخ. اسمه بطريق. بطريق؟ بطريق يعني بينجوان. اهو زي اللي انت لابسه ده. بصي ده ايه؟ ده خروف. خروف. يعني شيب. زي في بيتنا. بصي دي ايه؟ بقرة. بقرة بقرة بقرة. يعني كاو. اخدت ابنها الكاو. كاو صغنططة ومشت. وده البيج. فايند ذا بيبي. اخد ابنه البيج الصغير ومع السلامة مش عايزين نعرف. مع السلامة. بصي البالونات كلها جميلة. يلا نفرقعها. اوكي؟ لما بنضغط عليهم بيفرقعوا. شاطرين يا صحابي. يلا نروح نلعب لعبة أخيرة كمان. في اللعبة دي احنا هننظف الجنينة. اوكي؟ بس الحاجة العضوية هنحطها في الباسكت ده، والحاجة المعدنية هنحطها في الباسكت اللي هناك. العلبة دي معدن فهنحطها في الباسكت الأورنج، والسمكة دي عضوية هنحطها في الباسكت الأخضر. ياي. بصي الباسكت اللبني ده نحط فيه الإزاز، والأورنج هنحط فيه المعادن. صح كده يا حلوين. برافو عليكم. مين اللي مرسوم عليه معدن؟ الأورنج. مين اللي مرسوم عليه الفواكه؟ أكل عضوي؟ الجرين. الإزازة هنحطها فين؟ في الباسكت الأزرق. والموزة في الباسكت الجرين. هنا برضو إزاز وفواكه. الفواكه في الباسكت الجرين، والإزاز في الباسكت الأزرق. شاطرين يا صحابي، انتوا جاهزين جدا. يلا نفرقع كل البالونات. برافو. هايل يا صحابي. باي باي. انتوا شاطرين وفهمتوا اللعبة ولعبتوها كويس. المرة الجاية هنلعب ألعاب تانية زي دي وأحلى منها كتير. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وابعتوا الفيديو لصحابكم، واستنونا المرة الجاية. سلام.